للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال تبني أحدث التقنيات المستخدمة، دشنت نماء لخدمات المياه خدمة عدادات المياه مسبقة الدفع التي ستبدأ في محافظة مسقط، كما كشفت الشركة خلال لقائها الإعلامي عن خدماتها الرقمية التي تتوفر عبر تطبيق نماء لخدمات المياه وبوابة الخدمات الإلكترونية في موقعها الإلكتروني. الخدمة الجديدة تسعى إلى التسهيل على المشتركين لتنظيم وتحديد استهلاك المياه بما يتوافق مع إمكانياتهم المادية، وبالتالي يجنبهم تراكم المستحقات، خاصة المشتركين التجاريين والعقارات المؤجرة. العداد الجديد يوفر خاصية يعني مسبق الدفع، وايضا يمكن المشتركين من تقنين استهلاكهم والتحكم في الاستهلاك، وايضا مراقبه الاستهلاك بصفه دوريه مثل كل ساعه او كل يوم وكل شهر. فالمشترك تلقائيا يقدر يتحكم في الاستهلاك ويرى نمط استهلاكه. وتعمل عدادات المياه مسبقة الدفع بتقنية إنترنت الأشياء من خلال نظام ذكي يربطها بأنظمة خدمات المشتركين في شركة نماء لخدمات المياه عبر الأقمار الاصطناعية، ويعمل العداد على إرسال التحديثات كل ساعة والتي تشمل البيانات الرئيسة مثل كمية المياه المستهلكة والمبالغ المتبقية من الرصيد. إضافة إلى ذلك يحتوي العداد على شاشة رقمية تظهر هذه البيانات. ميزة طلبها الكثير من المشتركين، وبدأنا حقيقة في المرحلة التجريبية بتركيب هذه العدادات، ولمسنا ارتياح كبير من المشتركين الذين شملتهم الفترة التجريبية، ونحن الحين جاهزين للانطلاق لتوسيع هذه الخدمة لشريحة أكبر من المشتركين. ومثل ما أسلفنا البداية إن شاء الله بتكون في محافظة مسقط، وتباعا إن شاء الله ونتأمل أيضا خلال عام 2024 إطلاق هذه الخدمة أو البدء في تركيب هذه الخدمة في بقية المحافظات، كون أيضا نحن حاليا على صدد التوسع في يعني استخدام العدادات الذكية في بقية المحافظات إن شاء الله خلال عام 2024. هذا وجرى تدشين الخدمة خلال العام الماضي كمراحل تجريبية لضمان تفعيلها بسلاسة دون أي صعوبات قد تواجه المشتركين أو تحديات تعيق استفادتهم المثلى من هذه الخدمة، التي تعد الأحدث من نوعها في سلسلة التوجهات التطويرية في هذا القطاع الحيوي.